كشف خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن عن تشكل خط إمداد جوي يزود ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة. وقال الفريق إن تحقيقا له في تحطم طائرة مسيرة بجناح دلتا عثر عليها في صحراء سلطنة عمان قاد إلى وجود جسر جوي لتهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. وأضاف المحققون أن طائرة مسيرة في جناح دلتا تحطمت في دلتا المنطقة الشرقية من عمان، وسارعت مسقط للتأكيد بأنها لم تكن مجهزة لأغراض الهجوم أو الاستطلاع قبل أن يحصل فريق التحقيق على معلومات من إحدى الدول الأعضاء تفيد بأن الطائرات المسيرة تطير إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حيث تهبط بواسطة مظلة. ورجح الخبراء أن تكون الطائرة المسيرة التي عثر عليها في صحراء عمان قد تحطمت أثناء رحلة عبور إلى الإقليم الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي. ووفق تقرير فريق المحققين فإن الطائرة المسيرة كانت لها خصائص تقنية مماثلة للطائرة المسيرة في جناح دلتا الطائرة وعيد التي ظهرت لأول مرة في وسائط الإعلام التي تتبع الميليشيا في مارس من العام 2021. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي عبد العالم بجاش. سيد بجاش، أهلا وسهلا بك. إذن تقرير جديد وطريقة جديد لإمداد ميليشيا الحوثي بالأسلحة، عن تفاصيل هذا التقرير ودور سلطنة عمان فيه. هذا التقرير ربما أبرز بصورة أكثر من التقرير الماضي الدور العماني الخبيث في الحرب الإيرانية الحوثية ضد اليمن وجوارها. هذا التقرير كشف نقطة خطيرة للغاية، وهي احتمال وجود خط إمداد جوي بين الأسلحة. ليس هذا فقط، بل إن التقرير ألمح إلى أن سلطنة عمان قامت بالتخلص من دليل محتمل حول وجود خط إمداد جوي بالأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين باليمن، حيث قال فريق الخبراء لجنة العقوبات في تقريرهم أنهم طلبوا من سلطنة عمان حطام الطائرة المسيرة التي سقطت في صحراء عمان شرق البلاد، لكن تم إبلاغهم أن حطام الطائرة تخلصت منه السلطات العمانية. هذا يعني أن تم التخلص من دليل محتمل حول وجود خط إمداد جوي بالأسلحة خاصة الطائرات المسيرة تحديدا. وبالتالي هذا التقرير كشف بما لا يدع مجال للشك أن سلطنة عمان ضالعة بشكل رئيسي في الحرب الإيرانية الحوثية على الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية، وهي من جانب قد يكون ذلك تصفيه حسابات مع أطراف خليجية على خصومة أو صراع مع مسقط، وقد يكون من جانب آخر هو التحالف التقليدي غير المعلن ما بين سلطنة عمان وما بين إيران طيلة الفترة الماضية. وبالتالي هذا التقرير كشف أن سلطنة عمان طرف رئيسي في الحرب على الشعب اليمني طوال السنوات الماضية وليس طرفا محايدا كما تقدم نفسها. نعم سيد عبد العالم، الآن يعني بعد هذا التقرير يعني والتلميح وحتى التصريح بدور سلطنة عمان في تهريب الأسلحة وبطرق جديدة إلى الحوثيين، برأيك هل سيكون هنالك تحرك أممي تجاه سلطنة عمان وحتى من يعني طرف يعني التحالف العربي؟ لن يكون هناك أي تحرك، على العكس الأمم المتحدة والأطراف الخليجية الأخرى خاصة السعودية زاد اعتمادهم أكبر على النظام العماني كطرف وسيط بينهم وبين إيران وذراعها الحوثية. هناك اعتماد أكبر من قبل المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها، بإضافة وفي العامين الأخيرين انضمت إلى هذا الطابور المملكة العربية السعودية، وبالتالي أصبحت مسقط بوابة خلفية بل رئيسية
إجراء مفاوضات سرية بين مختلف هذه الأطراف وتقرير مصير اليمن بغض النظر عن إرادة غالبية الشعب اليمني وقواه في الداخل اليمني. ما أوضحه التقرير ومحتواه من معلومات خطيرة للغاية، وتأكيده أيضا على ما توصل إليه في التقرير الماضي حول دور سلطنة عمان كممر لعبور أسلحة ومواد أخرى إلى الحوثيين. هذا التقرير يعد بمثابة توثيق، وكأنه توثيق دولي للدورة العمانية، لكن لن يكون هناك أي تصرف من قبل الأمم المتحدة، لأن هناك حاجة ماسة للدور العماني. مع ذلك قيام لجنة مشكلة من قبل مجلس الأمن وتتبع مجلس الأمن بتوثيق هذا الدور هو أمر هام ومسألة هامة. وكان المجتمع الدولي يقول لسلطنة عمان: نحن نعلم أنكم مهمين في هذه المرحلة ودوركم هام، لكننا لن نغفل تورطكم في تسهيل عبور أسلحة إيرانية مهربة إلى جماعة الحوثيين وهي جماعة انقلابية متمردة في اليمن، وبالتالي وكسر القرارات الدولية المتعلقة بحظر السلاح إلى جماعة الحوثيين في اليمن. التقرير عبارة عن عملية توثيق في المرحلة الراهنة لا أكثر، لكن قد يعتد به في المرحلة المقبلة إذا أمكن لليمنيين أو إذا أمكن القيادة اليمنية أن تصبح أقوى مما هي عليه اليوم وأن يكون لها قرار وكلمة. نعم، كل شكر لك الصحفي عبد العالم بجاش.